اهلا بكم يا اصحابي. دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز بسينو عن مكتبه الاسكندريه. يلا بينا نطير ونستكشف. بص يا سينو، ده كان اقتراح قدمناه لاداره المدرسه عندنا ووافقوا عليه. نعمل اسبوع اسمه اسبوع المعرفه. في اسبوع المعرفه ده يا سينو مطلوب من كل طالب انه يروح المكتبه ويختار كتاب واحد يقراه كويس ويحاول يلخصه زي ما هو فهمه، وبعدين يقدمه لمكتبة المدرسة عشان باقي الطلبة تستفيد. يا سلام، فكرة حلوة وذكية تخلي الأولاد اللي في سنكم يحبوا القراية ويعرفوا أهميتها. قولوا لي بقى، إيه الكتب اللي انتوا ناويين تقروها؟ أنا بفكر ألخص رواية من سلسلة ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق. وأنا لسه بفكر، ممكن ألخص كتاب تاريخي مليان حكايات وحواديت. هو كان في مكتبات في كيمة ياسينو؟ أنا أعرف إن مكتبة اسكندرية موجودة من قبل الميلاد. ومن قبل مكتبة اسكندرية يا كنوز، المصريين عرفوا مكتبات المعابد اللي كانت خاصة بالكهنة والدارسين في المجالات المختلفة، لكن نقدر نقول إن مكتبة اسكندرية هي أول مكتبة عامة في تاريخ كيمت. المكتبة خطط لإنشائها بطلميوس الأول، مكتبة ضخمة على شواطئ اسكندرية اللي كانت عاصمة لمصر وقتها. لكن اللي كمل بناء المكتبة كان بطلميوس الثاني، وأنشأ جنبها أكاديمية للبحث العلمي سماها موسيون، وهي الكلمة اللي بقت ميوزيوم بعد كده في اللغة الإنجليزية. مكتبة اسكندرية كان فيها حوالي 700,000 كتاب يا كنوز، بتضم كتب من كل العلوم والفنون والنظريات العلمية والهندسية والفلسفة، منهم حوالي 200,000 كتاب احتفظت بيهم المكتبة في عهد كليوباترا. معنى ان المكتبة اتبنت على ايد البطالمة، يبقى علماء كتير عصروها. بس انا عاوز اعرف بقى يا سينو، علوم وفنون مصر القديمة كانت جزء من المكتبة ولا هم اهتموا بس بالكتب الرومانية واليونانية؟ سر من أسرار مكتبة اسكندرية القديمة يحيى إنها كانت جسر وصل ما بين الحضارات وبعضها، الحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية والرومانية. كل الحضارات دي كانوا جزء من مكتبة اسكندرية القديمة، يعني نقدر نقول إن المكتبة كانت جوجل العالم القديم. جوجل يعني إيه ده؟ جوجل ده يا سينو هو أشهر محرك بحث في زماننا، تقدر عليه تلاقي أي معلومة أو أي صورة أو أي تاريخ أو أي مكان عاوز تعرف عنه أكتر. بس أنا عايز أعرف يا سينو، هي المكتبة القديمة اختفت إزاي وما بقاش ليها وجود في عالمنا؟ للأسف المكتبة اتحرقت بالكامل. ومين اللي عمل كده؟ في حكايات بتقول إن يوليوس قيصر، لكن في حكايات تانية بتقول إن المكتبة رغم إنها تعرضت للحريق لكن ما اتدمرتش بالكامل غير في العصر الروماني. في كل الأحوال حريق مكتبة اسكندرية القديمة كان خسارة كبيرة للبشرية كلها، مش بس شعب كيمت. معاكي حق يا كنوز. طيب أنا عندي فكرة، إيه رأيك نقنع بابا وماما ياخدونا الويك إند ده نزور مكتبة الاسكندرية الجديدة ونختار الكتب اللي هنقراها؟ ياه يا ريت يا يحيى، هتبقى فرصة حلوة قوي، وبالمرة شوف البحر. خدوني معاكم يا أولاد أشوف المكتبة. وبعد ما شفنا حكاية النهاردة، قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ واو. مين فيكم زار مكتبة الأسكندرية الجديدة؟ أنا زرتها مع رحلة في المدرسة وانبسطت قوي. مكتبة الأسكندرية الجديدة بتكمل مسيرة المكتبة القديمة في المعرفة، والأسكندرية فيها أماكن حلوة كتير قوي زي المسرح الروماني ومتحف الأسكندرية القومي والأعداء الكورنيش. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة.